صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا طارق. صباح الخير يا هند وصباح الخير على حضراتكم. يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله. النهارده عندنا ايه يا هند؟ النهارده عندنا فقرتين متنوعين. هنتكلم طبعا في عالم الجمال على كلام جديد واحدث ما توصل اليه الطب في شد الرقبه. بالظبط، يعني هنتكلم كمان مع الدكتور منير ويليام في بعض الناس بتحصل تجاعيد في الرقبه بشكل واضح جدا خاصه في سن صغيره. ايه الاسباب وايه اللي هيوصل او ايه الوقايه من ان احنا ما نوصلش للمرحله دي؟ كمان ايه الجديد في هذه العمليات او عمليات تجميل في شد الرقبه؟ ده كله هيكون حوارنا مع الاستاذ دكتور منير ويليام كبير اطباء جراح التجميل في مصر، وحوار ممتد. قبل يعني طبعا ما نتكلم بتفاصيل اكتر في فقره عالم الجمال عن شد الرقبه، لسنوات طويله كان دايما الناس بتلجا لعمليات التجميل يشدوا وشهم، فالوش كنت تلاقيه مفرود قوي وهنا، بس التجاعيد موجوده في الرقبه. اعتقد الطب بقى توصل لابحاث جديده والتقنيات حديثه لشد الرقبه، وطبعا ده مساهمه في انه يخلي حياه الناس افضل، لانه طبعا مش بس فقره التجميل او يعني الناس بتهتم بالتجميل من سنها يبان اصغر، في بعض الاحيان بيكون في حوادث وامراض بتؤدي ليه انه يبقى فيه تجاعيد. بالظبط، كمان شفط الدهون والتقنيات الجديده اللي بتتم في شفط الدهون في كل بقى انحاء الجسم، كل حاجه ليها التكنيكس بتاعها، ازاي بتتعمل، ازاي، ودي مهمه قوي ان احنا نختار العياده بتاعتنا والمستشفى بتاعتنا والطبيب المعالج بتاعنا نختاره بعنايه، لانه ده بيأثر طبعا على المظهر العام والشكل العام. اكيد. عندنا فقرة تانية، والنهاردة بنتكلم على فوتوغرافيا وبنتكلم على الصور الفوتوغرافية وقد ايه ان هي ممكن تساهم في الترويج لمصر ايجابيا وسياحيا. النهاردة هيكون معنا دكتور مصطفى الشرشابي مؤسس جروب في حب الفوتوغرافيا، وهو مصور ومحكم دولي. هنعرف منه تفاصيل اكتر عن الجروب، كيفية الانضمام وازاي بيساهموا في تحسين الاوضاع المجتمعية للمصريين وتحسين صورة مصر خارجيا ايضا. اعتقد ده لقاء لطيف. صحيح، والصورة كمان بتعبر، يعني انت ممكن تقرأ 20,000 مقالة، صورة واحدة بس هتعبر عن المقالة دي وايه اللي بيتقال فيها. حتى كمان لما بنيجي نرصد السلبيات او الايجابيات بالصور اعتقد انها بتوصل بشكل سريع جدا. الفوتوغرافيا هتستمر وموجودة وموجودة معانا في تليفوناتنا، بقينا كلنا بنعرف نصور وناخد الأوضاع الجيدة للتصوير، وإن احنا نختار حتى الإضاءات، ده مهم قوي. لكن المحترفين عندهم رؤية تانية ومختلفة تماما، وده بيخلي زي ما قالت هند من شوية إنه خدوا بالكم أنت بتحسن صورة بلدك، وزي ما قلنا إنه نقدر نستخدم السوشيال ميديا في حاجة تفيدنا كلنا، نصور الأماكن اللي احنا بنروحها يا هند، الأماكن الجميلة السياحية، ناخد لقطات لنفسنا حتى وانت في حديقة عامة، او انت مثلا في مكان جنب النيل، او في مكان في الاثار مثلا بتفرج على جزء من الاثار بتاعتك. ده مهم قوي انك انت تصور الصورة دي وتنشرها، لان دي بتوصل على المستوى العالمي. طبعا انا بشوف يا طارق ان كل واحد فينا لازم يبقى عنده دور ايجابي في المجتمع، بمعنى انه شئنا ام ابينا الحروب الجيل الرابع وتحطيم الهمم وتكسير المآذيف ونشر السلبيات والاحباطات اللي الناس بتمر بيها كل يوم، في ناس بتشتغل بشكل كويس جدا على النقطه دي وبينشروا سلبيات اكتر ما بيتكلموا على ايجابيات. حضرتك لو عايز تكون مواطن ايجابي خد الطريق المعاكس. محدش بيقول ان مفيش تحديات، محدش بيقول ان مفيش يعني صعوبات في الحياه بتواجه كل حد فينا على كافه المستويات، ولكن في دايما جزء مشرق وجزء ايجابي لو ركزنا عليه الحياه بتختلف. فكريني زي ناس كتير قوي على الفيسبوك، بعد اتفرج فلقيت مجموعه من الشباب صغير لا يتعدى سنهم 16 17 سنه رايحين المشروعات اللي فتحها السيد الرئيس، ومتصورين في الطرق الجديدة وفي المحاور الجديدة، ومتصورين في المشروعات اللي بيتم افتتاحها، وقايلين انه دي حقيقة يا جماعة، احنا متصورين من مكان الحدث. ده في حد ذاته بيدي طاقة ايجابية طبعا، انه شباب في السن الصغير ده فاهم كويس جدا انه اللي بيتبني ده لصالحه ولصالح ولاده من بعده، ودي الاستثمارات الحقيقية. فخلونا نبقى كلنا زي ما قالت هند، كلنا نكون ايجابيين، وصباح التفاؤل والامل على حضراتكم. بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي وفقرتنا الاولى في عالم الجمال الاستاذ الدكتور منير ويليام كبير اطباء التجميل في مصر.